احنا الصحافة بتاعتنا غير في بعض نوع الصحفي. المساحات اللي موجودة عندنا في مصر محدودة، كانت بتهدد بعض المهددات بتحدثها زي الرعي الجائر من الإبل خصوصا في مناطق جنوب البحر الأحمر، وبالتالي هذا النوع النباتي هو كنز وراثي نباتي في مصر موجود، لأن هذا النوع بينمو في المية المالحة في البحر الأحمر، خصوصا أن هذا النوع النباتي له دور مهم جدا في التغيرات المناخية. كل الدراسات والأبحاث بتقول أنه بيمتص غازات الاحتباس الحراري 4 أضعاف الغابات الاستوائية، وبالتالي ليه دور مهم جدا في ظل ما يسار على زيادة مياه البحر، وهو بالتالي ليه دور مهم في حماية الشواطئ. شايفين المنجروف وغابات المنجروف هي عاملة زي حائط صد ضد النحر للشواطئ، بجانب الجزء الهام جدا وهو أنها بيئة حاضنة لأسماك القشريات، سواء كان كل أنواع القشريات بأنواعها المختلفة. أنا عندي في تقريبا 24 استاد من المنجروف، مساحات قليلة كلها، المساحة كلها لا تتعدى 550 هكتار طبقا اللي موجود في الأبحاث. هي الفكرة ان انا اعمل هابليتيشن، يعني ازرع منجروف في اماكن ما فيهاش منجروف، ده نوع من البلوشن. ان لكن ايه اللي ازرعه؟ اعيد استزراع، اعمل ريهابليتيشن مش هابليتيشن.